هاي جايز ويلكم، رجعنا لستار صغار ازياء فرح سيزون 2. طبعا اليوم الحلقه غير شكل لان معنا الستايلست غالية امين. هلو. اهلا، كيفك يا غاليه؟ الحمد لله كويس، كيف حالك فرح؟ الحمد لله كويس، شرفتيني في البرنامج، نور البرنامج. والله منور فيكي يا فرح، انا مره مبسوطه اني معاكي وصراحه شفت ستايلاتك والصراحة رهيبة. أنا بعد ما شفت فاشن تايم انهبلت، قلت كان ودي أطلع معاكي بس إن شاء الله لنا فرص جديدة، بس الحمد لله أن أنت طالعة معنا. دحين أنا جيت صغار ستار. أحلى من يجي. اليوم غالية راح تساعدنا إنه راح نلبس لوك، راح كيف راح نخليه صباحي وبعدين نقدر نلبسه بسهرة بالليل. فاليوم غالية راح تساعدنا ويلا نشوف اللوك. وطبعا يكون ترندي. إن شاء الله. أهم شيء. طبعا اليوم يا غالية أنا اللبس معتمد على التيشيرت، التيشيرت بس في شيء بسيط بس إنه ما أعطي لك حلو. اليوم يا غالية لابسة زي ما أنت شايفة شوز سيلفر. أيوة. وحاطيت لون شوي غامق، الجينز لأنه غامق والتيشيرت لأنه في حركة حلوة من هنا. أيوة الصراحة مرة حلو الأوتفيت، وأبغى أقول لك شيء، أنا عندي زي الجزمة دي بالضبط. والله مرة حلوة، عملية أيوة. تلبسيها وين ما رحتي. واللبس أهم شيء طبعا في دولاب أي واحدة، حتى من تينيجر لكبيرة، يكون عندك وايت تيشيرت في دولابك. وايت تيشيرت وفي حركة حلوة، وفيها حركة تقدري تلبسيها مرة في أماكن كثير، وكمان تقدري تغيري اللوك دائما يصير فريش حق صباح أو يصير كمان لو خارجة مع صحباتك في الليل. صح. الحين بعد ما شفتوا هذا اللوك راح نوريكم كيف راح نخليه مسائي وراح نضيف عليه شيء حلو وبسيط، خلينا نشوف. يلا تحمست. يا عمري. الله مرة حلو. هذا هو اللوك يا غالية. طبعا اللي لبسته هو هذا البشت. ميزة هذا البشت الحلو فيه ان الوانه فاتحة وفي يعني اشياء محركته طالعة حلوة، بس ما لبسته مع الدرس وكذا لانه صغيرة وما يصير يعني يكون مرة أوفر، فحلو اللي لبست معاه جينز وتيشيرت أبيض نفس اللي نقدر نخليه بالصباحي، وأحس إنه في شيء ناقص. تقدري تعطيني أشياء من عندك يا غالية؟ صراحة البشت مرة حلو وكذا ألوانه فرفوشة، بس حلو تزودي عليه زي حزام زي الشنطة هذه. أعطيني فكرة من عندك. وكمان زي جيدن سميث دوب لبسها في نيويورك فاشن ويك، هو برضه صغير. أوكي. مرة، وحط فاني باك، فدحين لو تقدري تفتح الشنطة وتربطيها على خصرك. اوكي نوريهم كيف نسويها. ايوه الشنطة فيها زي تركيبة الاحزام اللي تكون مخرقة وبعدين تدخليها من هذه الحديدة. كيف انت كيف سويتيها؟ فكيتها من هنا. فكيتها، تقدري تربطيها، بس ناوليني هي من ورا، يعني حلو انه هذه الشنطة كمان طالعة على الموضة، يا كروس تلبسيها يا تكون كأنها فاني باك. اشوف كيف اللوك؟ مرة حلو الصراحة طلع، لأنه أكثر صار خرجة مع صحباتك مو خرجة حقة صباح، بالذات إنه الشنطة ميتاليك وكذا، يعني مرة أضافت على اللوك وعلى البشت. أكيد أنت اللي مسويتيها تطلع حلوة، وهي اللي أعطتنا هذه الفكرة الحلوة. واللي عجبني اللي أعطتيني إياه أن لونها فيها لون ذهبي، وحتى البشت فيه لون ذهبي. مرة شكرا على الفكرة الحلوة يا. دائما حاولوا تختاروا اللون، أقل لون في البشت مثلا الذهبي، فتختاروا الأكسسوري عشان من اللون تكثري هذا اللون ويعطي إيه. حركة حلوة. حلو أنه يكون مثلا لو أنت لابسة لبس أقل لون في الملابس في البلوزة أو في البشت، زي هنا الذهبي أقل لون موجود. صح. تلبقي اكسسوري عليه تكون من هذا اللون، زي هنا عندنا الذهبي واضفنا شنطه ذهبيه، فيدي على يدي لوك زياده على الاوتفيت. صح. مره شكرا لك الحلو اللي اعطيتيني اياه. شكرا ليكي فرح. وبس والله هذا هو اللوك، وان شاء الله يكون عجبكم، وزي اول خذوا لقطه اللوك.